أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مواهب الشارع، معكم محمود رزق. إحنا اليوم في منطقة جميلة جدا بفلسطين، بدنا نكتشف مواهب جديدة، فبتمنى بصراحة بهاي الحلقة إنه نلاقي مواهب ما اكتشفنا زيها بالحلقات اللي قبل. أمورك تمام؟ الحمد لله تمام. برنامجنا اسمه مواهب الشارع، فإحنا بندور على ناس عندهم مواهب في الشارع. عندك موهبة؟ عندي موهبة. شو؟ الدبكة الشعبية. ممكن تدبك لنا إشي هلأ؟ والله لو معي الفرقة بدبك لك. لحالك يا زلمة؟ بصيرش. مفعش؟ لا. زي شو بدك موهبة؟ بعرفش، موهبة فنية. شو عندك؟ جمباز، سيرك. بتعمل تعرف تعمل جمباز؟ وسيرك؟ بلا. طب عمل لي إشي هلأ يلا. كان أنا بيت يا حاج. من متى بتعزف؟ اللي سنتين. ممكن إنه تعزف لنا إشي وتغني لنا إشي هيك قدام مجموعة من الأشخاص وهم يحكموا عليك؟ حاضر. تمام؟ تمام. كيف صوتك؟ حلو مع العود؟ شوي شوي؟ أنو عازف أحلى ولا غناء أحلى؟ نفس الشيء تقريبا. طب يلا خلينا نجرب. روح يلا. في معنا صديقنا بيعزف بغني، بده يغني هلأ ويعزف أغنية قدامكم وأنتوا تحكوا رأيكم فيه. تمام؟ تمام. لسه فاكر قلبي يديلك أمان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان. طيب شو رأيكم يا شباب؟ لا معلم. شو رأيك معلم؟ نار حمراء.